وهنبدأ نشرتنا الرياضية مع منتخب مصر لكرة اليد، واللي حقق الفوز الرابع على التوالي بدون هزيمة بالفوز على بلجيكا بنتيجة 33-28 في أول مواجهات الدور الرئيسي ببطولة العالم في بولندا والسويد. حصل سيف الدرع لاعب المنتخب الوطني لكرة اليد على أفضل لاعب في مباراة مصر وبلجيكا، وقدم الدرع مستوى فني متميز خلال أحداث اللقاء. هيخوض منتخب مصر لرجال كرة اليد تاني لقاءاته في الدور الرئيسي ببطولة العالم في بولندا والسويد بكرة الساعة 4:30 العصر أمام البحرين. فاز باريس سان جيرمان على حساب فريق الهلال والنصر بنتيجة 5-4 خلال المباراة اللي اتلعبت في كأس موسم الرياض على ملعب الملك فهد الدولي، في مباراة شهدت مواجهة تاريخية بين الثنائي الأفضل في العالم البرتغالي كريستيانو رونالدو والمنضم حديثا لصفوف النصر والأرجنتيني ليونيل ميسي نجم الفريق الباريسي. منتخب العراق تم تتويجه بلقب كأس الخليج العربي للمرة الرابعة في تاريخه، وده بعد فوزه على المنتخب العماني بنتيجة 3-2 بعد امتداد المباراة للأشواط الإضافية بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 1-1 في المباراة اللي جمعتهم امبارح على ملعب البصرة الدولي. النجم المصري محمد صلاح تم تتويجه بجائزة أفضل لاعب في ليفربول خلال شهر ديسمبر الماضي، وده وفقاً لاختيارات الجماهير للنادي بعد المستوى القوي اللي قدمه مع الفريق خلال مباريات الشهر. امبارح فاز مانشستر سيتي على توتنهام بنتيجة 4-2 في المباراة اللي كانت مؤجلة من الجولة 7 في الدوري الإنجليزي. بالنتيجة دي ارتفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة 42 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي. توتنهام في المركز الخامس برصيد 33 نقطة. مشاهدينا خلصت نشرتنا الرياضية، ونرجع نكمل باقي فقراتنا في صباح الخير يا مصر مع شاذلي وباسنت. شكرا ليك. شكرا ليك.